قال مدرب الصحافة الرقمية بالمملكة المتحدة دان ماس خلال مشاركته بمنتدى مصر للإعلام إن الموقع الإلكتروني تحول لأداة كسب مرتبط ببناء المجتمعات. وخلال لقاء مع القاهرة الإخبارية أوضح أنه يدرب الشباب على مهارات جديدة كتعلم البرمجيات وأساليب التواصل المختلفة. على هامش منتدى مصر للإعلام بيسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ دان ميسن وهو مدرب الصحافة الرقمية بالمملكة المتحدة. سيد دان، يسعدنا وجودك معنا اليوم. لقد شاركت في جلسة بشأن كيف تحويل الموقع الإلكتروني إلى أداة جذب للمشاهدين. ماذا عن هذا الخصوص وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ بالطبع الأمر يتعلق ببناء المجتمعات، فالأمر لا يتعلق فقط بعدد المشاهدين الزائرين للمواقع الإلكترونية، لكنهم أشخاص حقيقيين ولديهم شعورهم، ولابد من فهم جيد لكيفية بناء هذه المجتمعات لبناء موقع إلكتروني واقعي يستمر في المستقبل. وكيف ترى العالم المستقبلي للصحافة الإلكترونية مقارنة بالماضي؟ بالطبع لقد أبلينا بلاء حسنا في هذا الخصوص. أحد الأمور التي أقولها الآن التي أعلمها للصحفيين الشباب في جميع أنحاء العالم، لابد من العمل بالاعتماد التام على الهاتف المحمول، فالأمر يتعلق بالإعلام والهاتف المحمول، وهناك ترابط كبير. هناك كثير من التغيرات التي شاهدناها وأصبح الأمر أكثر إثارة وإمتاعا. ما هي النصائح التي يمكن أن تقدمها للصحفيين الشباب؟ حسنا، الصحفيين الشباب، هنا أتحدث عن المهارات. ماذا نفعله؟ بطريقة بسيطة، أننا نتعامل مع الناس من خلال بعض البرمجيات والتطبيقات، والأمر لا يتعلق فقط بالبث المباشر وصناعة المحتوى والفيديو، ولكن في حقيقة الأمر العمل مع الشباب الذين يريدون أو يرغبون العمل كصحفيين. أود أن أقول لهم لابد من التركيز على المهارات، وأنت أفضل مما تعتقد. الأمر بداخلك، الأمر ليس بتلك السهولة، ولكن لابد من إدارة وقتك بشكل جيد والتحكم في أفعالك. أتذكر عندما بدأت العمل كصحفي كان لزاما علينا العمل مع المنظمات الكبيرة. الآن هناك الكثير والكثير من الفرص أمام الصحفيين الشباب، يمكنهم البدء العمل الحر أو العمل مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو النوادي الرياضية وغيرها. لابد من التمتع بالثقة في الذات. هل يمكن لأحد ما لم يدرس الصحافة أن يكون صحفي؟ لا مشكلة على الإطلاق، لا مشكلة بالنسبة لي إذا لم يدرس الناس الصحافة في الجامعات. فبالنسبة لي الأمر الأهم هنا هو التنوع في الإعلام، وهذا ما يجمع الأشخاص والناس من كافة الخلفيات والمهن. فالأمر يتعلق بالمحتوى نفسه المقدم، لابد أن يكون هناك عاطفة وإيمانا كبيرا بالقضية وفي مختلف المجالات، سواء التكنولوجيا أو الصحة وغيرها. أعتقد أن هناك بعض الإرشادات الذي يجب عليهم اتباعها. ما هي هذه الإرشادات؟ حسنا، عندما نبدأ التدريب للصحفيين الشباب، وفي معظم الوقت نبدأ في غالب الأمر بالقيم والأخلاق. من الصعب أن نجبر شخص على الالتزام بالإرشادات في لحظة وضحة، ولكن لابد أن نتفهم قوة القضية وكيف يمكن أن نعمل كصحفي بشكل جيد. أو في المقام الأول لابد من الالتزام بكافة التعليمات لاجتياز الاختبارات، وهذا يأتي من خلال مهارات التواصل. هل تعتقد أن الصحافة الإلكترونية يمكن أن تجذب كبار الأشخاص؟ نعم بالطبع. على سبيل المثال، كل شخص لديه هاتف محمول، وحتى أنه خلال مواقع التواصل
الاجتماعي لم تستهدف الشباب فقط أو مجموعة عمرية من فئات مخصصة. على سبيل المثال، أكثر البرمجيات تحميلا كان تيك توك، وكان موجها في البداية للشباب، ولكن الآن يشمل كافة القطاعات والفئات العمرية. شكرا لكونك معنا.